الو، مساء الخير. مساء النور يا احلى تيتا نوال في الدنيا، انا بحبك. احلى بنات في الحياه يا حبيبتي. انت انا عايزه اقول لك على حاجه. اول حاجه احنا كلنا بنحبك جدا جدا. انت قلبه السوشيال ميديا بقالك فتره، الله يخليك. وانت نجمه السوشيال ميديا دلوقتي، وبيجي لك عرسان يا تيتا نوال. طيب حضري لي عريسين كويسين يا حبيبتي. ده بقول انت تؤمري، احنا دلوقتي عندنا خمسة. قولي لي مواصفاتك ايه؟ بس انا خايفه على ممتلكاتك يا تيتا نوال، اللي انت قلتي ان دلوقتي لو حد جالك عريس هياخد ممتلكاتك. لا مفيش ممتلكات ولا حاجه. يعني اللي هيجي هيبقى بيحبك لنفسك وبس. هي كده تقريبا خايفه من الممتلكات. حبي ليكوا يا حبيبتي يا تيتا نوال. ربنا يخليكوا يا رب يا حبيبتي. طب شكرا على اللي انتوا بتعملوه عشان يا حبيبتي. احنا كلنا بنحبك، وانت جميله، وانت تستاهلي كل حاجه حلوه. دلوقتي بقى انت وقام بتعملوا فيديوهات حلوه قوي، خلاص؟ وانت دلوقتي ساعدتي في نجوميه وقام، يعني هي مثلت كذا حاجه، بس هي معاكي انت تحولت الى نجمه السوشيال ميديا. صحيح طبعا. بركه ربنا يخليكم لبعض يا رب يا حبيبتي. طب انت تحبي، انا دلوقتي بسمعك بتقعدي تغني مع وقام، ويا وقام اي لاف يو، ومش عارف يعني ايه اي لاف يو. من حبك ايشا لدار، ومنك انت بيوتيفل، خليتي عقلي فلاس. الله عليكي، والله الله عليكي، انت قمر. طب انا سمعتك برضو بتغني ساعات ساعات لصباح. لا بصراحه لا، ما بتحبيش تغني لصباح. ما بغنيش يعني، مش ما بحبش. طب ولا شاديه؟ انا برضو شفت شاديه كانت في الفيديوهات. مش فاكره والنبي، انا مريضه. معلش يا سارة، مريضة الأيام دي. حبيبتي ألف سلام عليكي، ده أنتِ قمر، ده أنتِ. بس أنتوا بقى خففتوني. يا حبيبتي. وإخلاصكم هو اللي خففني. أنتِ جميلة يا تيتا نوال، وإحنا بنقعد نستنى كل يوم الفيديو بتاعك أنتِ وقام. أنتِ حبايبي، أنتِ يا حبيبتي. ودلوقتي أنتِ عايزة وقام تتجوز، صح؟ طبعًا. طب هي دلوقتي وقام مش عايزة تتجوز، عمالة تقول لي أنا معروض عليا كذا عريس وأنا مش عايزة، وتيتا بتضغط عليا. بقول لها اتجوزي، مش راضيه. ليه مش راضيه؟ هي مبسوطه كده، هي حره بقى. لا بس ما بغضش عليها يعني. لا بس في الاخر يعني البنت، هو اصل في، بقول لك ايه، هو جواز يعني كله سعاده. يعني خلي هي عايشه كده مبسوطه. ايوه صح. ولما تلاقي الحاجه المناسبه او راجل مناسب وعارف ربنا هتتجوزه. صح يا تيتا نوال. تيتا ماما نبيتك صح. انتوا مش بيجي لكم عرسان كتير؟ بيجي لنا عرسان كتير بس مش مناسبين. ما بيعجبكوش عشان انتوا مش عاوزين كده، عاوزين حاجه تانية. ايوه صح. حاجه يعني تعرف ربنا برضو. ايوه يا تيتا نوال. طب قولي لي، هي يعني بترفض لوحدها يعني من غير ما بتفكر تقول لك لا انا مش عاجبني، لا اصل ده هيقول لي اقعدي في البيت، لا اصل ده مش عارف هيغير عليا، وفي الاخر الست في الاخر لازم تتجوز. مش عاوزه حد يضايقها يعني، هي مش عاوزه حد يضايقها ويتحكم فيها، لان هي شخصيتها جميله جدا يا حبيبتي. يعني وقام جميله جدا جدا جدا. قمر وقام دي قمر. قمر والله جميله. مش جميله شكلا، جميله اخلاقا. جميله اخلاقا وجميله شكلا وجميله كممثله وجميله كل حاجه. الله يخليكم لبعض يا رب. طب دلوقتي يا تيتا نوال، لو اتعرض عليكي انك تمثلي، عشان انت العروض زايده عليكي قوي. شايفه. يعني دلوقتي لو جالك بطولة فيلم. ما فتحتي معاش امثل. يا حبيبتي ربنا يديكي الصحة يا رب ويبارك في صحتك، وكل يوم تعملوا لنا فيديوهات حلوة كده وطبيعية وجميلة، وربنا يا رب يديكي الصحة. انا عاجبكم كلامي؟ قمر، ده انت حتة عسل كده. الله يخليكوا يا حبايبي. حبيبتي يا تيتا نوال. انت اولادي برضه، اولادي. ربنا يخليك يا رب. انا عايزاكي قبل ما تقفلي بقى تغني لنا اي لاف يو ونقفل على طول. يلا اقول ايه؟ اي لاف يو، اغنيه اي لاف يو. اي لاف يو. غني يا تيتا، غني. ما تقولي جيرل. استني بقى لما افتكر. خدي ايه تاني؟ انتوا حبايبي. ما اعرفش اغني اقول ايه. انت جميله يا تيتا. طب بقول لك ايه؟ حبيبي طال غيابك ليه يا قاسي. ليه طال غيابه؟ ليه يا قاسي يا تيتا نوال؟ اتوفى اتوفى. استوب واقف من علماء الازهر. اتوفى خلاص. هو كان عالم من علماء الازهر، معلم حاجه كبيره ازهريه. وبعدين بقى اتوفى يعني بقى له 3 سنين. اتوفى. انتوا حبايبي. حبيبتي يا تيتا نوال، انا بحبك وكلنا بنحبك، وربنا يديك الصحه. انا بحبكم كلكم حبيبتي، وهستنى بقى فيديو جديد بالليل النهارده.
نعم هستناكي تعملي لنا فيديو جديد النهارده بالليل. طيب ان شاء الله. امتى بتقولي؟ بالليل بقى زي ما انت عايزه. في اي وقت انت يعني بالليل النهارده؟ انزا مورنينج ولا انزا نايت؟ لا يعني انزا مورنينج لو 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 مش هضايق. الصبح يعني بكره؟ يا حبيبتي اعملي لنا بكره. ايوه وبعدين طيب. انا عايزاكي والنبي يا تيتا نوال عايزاكي بس تقولي اسمي في فيديو عشان اتشهر معاكي. انا اسمي مروه صبري. حاضر مروه صبري. قولي اي حاجه كده فيها مروه صبري اه في الفيديو. يعني اتكلم في الموبايل اقول انا عاوزه الانسه راويه صبري. راويه ايوه راويه. يا تيتا نوال انا مروه صبري ما تضيعيش مستقبلي اكتر ما هو ضايع عشان خاطر مروه صبري راويه. لا مروه صبري اه انا قلت لك اسم مروه الانسه مروه. مروه صبري ايوه مروه صبري حبيبتي يا تيتا نوال. هستنى الفيديو بتاعي. طيب يا حبيبتي نورتينا وربنا يا رب يبارك لك في وقام ويبارك لك في صحتك يا رب. للاشتراك زوروا موقعنا alfatv.com او اتصل على الارقام التاليه. ألفا قنوات الأسرة العربية.